ما بين 5000 إلى 10000 كمامة واقية مطابقة للمقاييس الطبية ستنتجها يومياً الغرفة الولائية للصناعات التقليدية لمستغانم، تماشياً مع إلزامية ارتدائها للحد من انتشار كوفيد-19. الورشات تنتج حوالي 5000 إلى 6000 كمامة إلى 10000 كمامة يومياً، وهذا كما قلت للتعليمات السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، كما نعلم جميع المواطنين يعني اللي يستفادوا من الكمامات هي متوفرة على مستوى غرفة الصناعة التقليدية بالثمن الذي أقرته الوزارة حوالي 40 دينار للكمامة. ثلاث ورشات على مستوى الولاية تضم حرفيين متطوعين أغلبهم نساء ستساهم في تغطية النقص المسجل. قامت غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية مستغانم بإنشاء ورشات لخياطة الكمامات الطبية على مستوى ثلاث بلديات على مستوى ولاية مستغانم. هي عندنا مستغانم مركز على مستوى غرفة الصناعة التقليدية، كذلك أنشأنا ورشة خياطة على مستوى بلدية سيدي علي اللي هي يعني رانا في عين المكان. خلال الشهرين المنصرمين أنتجت الغرفة أزيد من 25000 كمامة، لتضاف إليها مساهمة 200 خياط عبر ورشاتهم الخاصة قصد توفيرها بأسعار تمكن المواطن من وقاية نفسه من الوباء.